إلى هنا لكي استمر لكي أنقذ أرواح المصابين والمواطنين لأكمل مسيرة أختي إلى النهاية بإذن الله. بتمنى من كل اللي شايفيني نشوفه مدى الظلم الذي يقع على عاتق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح مقابل الجيش الإسرائيلي الذي يتحامى وراء الدبابات وراء أسلحته المدمرة للشعب الفلسطيني. لا طبعا ما في إشي بيمنعني، أنا جيت هنا بكامل قوتي وعزيمتي وإصراري وراح أتحدى وراح أصبر لحد ما أجيب حق أختي. طبعا اليوم وجودي كمان كداعم للطواقم الطبية وكأن كمل لتكميل مسير رسالة رزان التي كانت تريد أن توصلها إلى العالم أجمع. طبعا رسالتي للعالم إنه لازم يتحرك العالم، بكفي خزل وسكوت، إحنا لماذا إحنا شعب مسالم وشعب لا يحمل سلاح، بل نحمل رسالة واضحة بحق العودة. الصحفي، طواقم الصحفيين، طواقم الطبية، طواقم الطبية، الأطفال، النساء، الشيوخ. لو بدي يكون على حساب روحي أنا جاية هنا طبعاً كمسعفة متطوعة ميدانياً في هذا الميدان تنقذ حياة يعني شو ما بيطلع بإيدي أنا رح أحاول إني أقدر أساوي شو ما بيطلع بإيدي إن شاء الله مستمرين بإذن الله اليوم وبكرة وبعده رغم إن أنا السنة توجيهي وعندي اختبار بكرة إلا وأنا كان عندي إصرار وعزيمة يعني أجي هنا اليوم لهذا المكان وانقذ حياة المصابين واثبت للعالم انه ما في شيء بيوقفني عن اني طالب حق اختي، كانها يعني كان حلمها انه تكمل الطريق للنهاية وانا ان شاء الله بوعدها رح كمل الطريق للنهاية ورح استمر باذن الله، لو يعني كل العالم وقف ضدي على اني ما استمر انا رح استمر باذن الله. رزان لين كل الشعب الفلسطيني رزان وكل الامم العربية والاسلامية رزان.